عزات حلوة على الحلقة اليوم. يعني بلشت بحزن وخلصت بفرح، يعني هيك حسيت. هلا انا معي بالسيارة 15500 فلناس، لانه لا بدك منصورهم هلا، فينا نوصل بالكاميرا على السيارة. بس عن جد انا على كل الاحوال في حدا بجبال، ها ميري، في حدا بجبال شو عامل اختراع دايما بيكون بسوق جبال القديم، عامل اختراع اللي بيحطوا فيه الخمسميات، وهو اختراع مسجله باسمه. ايه يلا فينا نوصل له؟ اكيد. لا 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 ما بيصرف، هي حديده هيك بلاستيك وفي منها انواع. يعني انا وجه له خير. هلا على سيره السياره، مره كنت بجبال وهداني شي 10، بعدين عم فتح بالسيارة وبعبيها. بقى إذا أنت عندك 15 أنا عندي 20 وحدة. بقى كيف فينا نعمل شيء معه؟ أنا مضيع، أنا ما عندي ولا أي وسيلة اتصال فيه. بتعرفي للشخص؟ بعرف. بلكي بنساعده ينشر. هلا شو يعني؟ فيري بوبولار كل العالم. هلا كلكم صرتوا تعرفوه، كل العالم بتعرفوه. إيه ولا؟ لا في عنا منا. كلنا عنا منا ببيوتنا. ايش انا ربيع ما معه ما بعرف اذا انا هلا اذا بشوفها مش الحشه بتحط. طب خلينا نجيبه يا جماعه حلي تجي، خلينا نعمل معه هيك حلقه حلو. انا مش من زمان اعطاني الموضوع، يعني هيك من زمان اعطاني. للعوده لاول موضوع، شو هالاول موضوع؟ يلا شو موضوع كان كثير مهم. المتابعه كيف كانت؟ ليك كثير عذبنا احمد لانه يقنع انه يروح معنا على المستشفى، ما حدا بيعرف ليش، بس انا ما بقدر برر ولا اي سبب انه ينترك البي بالسياره، عرفت؟ يعني كان ابنه كان عم بجرب يبرر انه ليش هو عم بيتركه بالسياره، حسيت في طمع باستغلاله بانه يقعدوه بشقه ثانيه بالبنايه تطلع، يعني يصير هاي العائله عائله احمد، يعني تطلع لهم شقتين بالبنايه، ولا شيء ببرر يلي شفناه الفيران بالسياره، ولا شيء ببرر انه رجال. انا شفت الفيران، بس شفت الفيران مرتين حكمت السكته. ايه عن جد، بس لانه فارتين صغار، يعني هول هلا بعدهم خلقانين، يعني امهم باضت، ما بعرف شو بتعمل فاره تتخلف، بس امهم جابتهم بقلب السياره، وهو عادي. انا اول ما شفت الفيران فاره، هو طلع فيها انه ايه شو بكي. فكره زفان ابنه ما بتتعاطفي معه بالاستوديو، لا يعني ردود فعل كيف رصدتوها ردود فعل، يعني انا كمشاهده ابدا ما تعاطفت مع ابنه، ولدرجه بتحس انه ايا يكن بيو وايا يكن الذنب يلي عامله مقترفه بحياته، انه بالنتيجه هذا بيك، يعني كيف انت فيك تتبرى وتكون ببروده هالاعصاب على الهوا؟ يعني ما رهيب بيكون كاسر اجركم، طلع ما كاسر اجره، بس انه عم بقول له بيكون رح يموت. ايه اوكي شو بنعمل؟ والنونشالانس توتال، لا مبالاه تبع الام، لا مبالاه مرته كمان، تقتل كمان. هو رد كذا كلمة نفس اليأس وانه بده يموت، يعني هذا دليل. بس هو شو هالرجل الكل هالعنصرية؟ انه هو يعني انسان، هل سألته هيك على الهوا هيدا السؤال؟ ما بيشحر، ما بدي خلص مقتنع انه خلص. بس شو هالقوة بملامحه انه هيك؟ هيدا الرجل المكسور بس بكل هيدا. هو قال بروح على المستشفى، كنا لوحدنا، تجمعت الضيعة، طلبنا تدخل امني تانه يشيلوا هالشباب، بس تجمعت الضيعه حزت عليه انه ما بقى بده يروح على المستشفى، بده يبقى بهيدي السياره، عرفت؟ وبعدين قال لي ما حدا سال عني من بين هول كلهم، قال لي هلا هي اول مره بشوفهم، هو صار له جمعه عم بيقضي حاجته بالسياره، عرفت؟ قلت له انا بحكي لك مع دار عجزه تستقبلك، يعني نعمل جهد. بس شو يعني كمان القصه الثانيه تبع الفوسفات، انه شو هالجسم اللي فيه هالشيء بجسمه شي محل عم تفرز هيدي المادة وما عم يقدروا يلقطوه، يعني قد ايه بيقولوا الطب بتقدم بيأثر كمان، صح. وامه كمان قد ايه عم تعاني بتقدم، بس حتى يعني الدكتور قال يعني ما قال له احسن ايه، بس كل الاجهزه يعني عم هو لانه قال لي قبل الهوا ما بعرف لما رجع على مع انه صرت اساله مرتين ثلاثه على ذات الموضوع انه في قصص عملوا له اياها وتكلف كثير مصاري بس ما اخذوا مصاري لانه شغله كثير نادره من وجه لهم تحيه كمان بالجامعه الامريكيه مستشفى انه يقدروا يكشفوا وين هالشيء هالورم الحميد اللي عم يعمل هيدي الماده اللي عم تكله كل الفوسفات من جسمه ما عم يقدروا. بس مع الاسف ما فينا نعمل شيء، يعني اكثر انه شاب بعمره هيك 18 سنه طريح الفراش صعبه. علي كيف كانت هالتجربه معك اليوم؟ تجربه حلوه، بس قبل بدي اقول على قصه حكى شوي عن قصه الضمان، صار معي شغله موضوع لازم ينحكى فيه.
لازم ينحكى بهالموضوع. سوري سوري، تجربة تلفزيونية. تجربة تلفزيونية. ابتدى التصوير يعني الدكتور لطش لطشة، بس هي من وراها موضوع كتير كبير، قصة الضمان الصحي والمستشفيات. في فساد بالضمان الاجتماعي. أكيد أكيد. فساد وين ما كان يعني الضمان الاجتماعي. مع إنه الضمان الاجتماعي بالنسبة لإلي يعني على الرغم من كل شيء بعده من أحسن المؤسسات. يعني بعده مضبوط مش بالضمان. مشكلة بمطرح ثاني بتكون. بالهدر. لا لانه لو ما الضمان كثير عالم كانت يعني صدقوني ماتت على بالي. لولا الوزاره يعني انا خالي تحكى مع حساب الوزاره امبارح. حتى وزاره الصحه هلا مؤخرا الى اسبوعين. حتى هيدا المتشرف معه هويه يعني. نحن شو عندنا جمعه الجاي؟ جمعه الجاي مش بكره. قلت وين؟ وين شو عندنا؟ قلت وين؟ مش بكره عندنا كثير، عندنا كثير قصص عرافه. جمعه الجاي عندنا المفاجاه. مظبوط. متركه مفاجاه. لا ما في. انا لسه معنا المفاجاه كثير حلوه. ما تعلن عنا شو هي؟ شو عن جد شو هي؟ عليك انت بتعرف. لا عجيب العدد. عنا مفاجاه هلا ما بعرف كيف هتطلع لانه انا يعني اعصابي عم ترجف. الزجل اللبناني اعلن من انه هو شو اعلن؟ قلت شو اعلن؟ ايه الهوية التراثية. هلا انا عم بين مش كتير ذكي لانا مش بحضر على الفعل هلا بس اعلن من القصص شو من القصص اللي رح تنقر خوفا يعني للمحافظة عليه من الاندثار بحالة الجبهة انا عاملها كلها زجلية يعني انا بدي بلش اوف 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 الليلة حلقتها شو رح تزبط؟ مثل اللغة كيف لما انا كثير فس علي رح اتبادر جمعتي على علي فس والبندورة كاس العرق هون تصير طاولة كلها خس بندورة كاس عرق صح النايمة صح النايمة وكباية شاي كباية شاي لا كاسة شاي قبل ما تكفي جيبها رح نبيكم معي قبل ما نسكت باي باي عجد باي باي كباية شاي